أحداث عاشت في الذاكرة وأخرى شاهدناها. صدام حسين تختبئ بين سطورها تفاصيل مجهولة. بحثا عنها نقلب صفحات الزمن. الاستقلال جايبين وجايبين ومهما الثمن رايحين ندفعه. نقطع المسافات لنلتقي شخصيات عاشت تلك الأحداث. وزير البريطاني قال دش الحرب راح تخسر الضفة الغربية. أو خطت بيدها سطرا من سطورها. يجب أن نتأكد من أن من سنعطيه السلطة سيكون مناسبا لنا. أنا ما أقدر أقول والله الاستخبارات المصرية بريئة ولا مسؤولة عن ذلك. السطر الأوسط نبي القصة الحقيقية. السطر الأوسط كل جمعة الرابعة بتوقيت السعودية على الـ NBC1.